في السياق ذاتها، أعرب رئيس أسقفة الموصل السرياني الكاثوليك مار بنديكتوس يونار حنو عن رفضه القاطع لنتائج تقرير اللجنة التحقيقية المشكلة في كارثة قاعة الهيثم للأعراس، والذي أظهر أن الحادث عرضي ناتج عن تماس كهربائي. أنا أستغرب أنه أنا هذا التقرير صرت سامعه وقاريه قبل يومين أو ثلاثة من المواطنين، يعني المواطنين البسطاء يبعثوا لي رسالة سيدنا هكذا راح يكون النتيجة، هكذا راح يكون، يعني تحليل المواطنين هكذا أعطوني يعني النتائج أنه مثل ما يقول شبه تماس كهربائي، يعني شعالات وما أعرف إيش، وين رايحين نحن؟ يعني المواطن حلل التقرير، وهناك لجنة ولجنة ما أعرف إيش نيابية ولجنة قانونية، يعني المواطن البسيط حلل ما حللته اللجنة. الله، هذا قرار، هذا شيء منطقي مقبول؟ هذا الشيء يعني 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 شيء ينقبل؟ فهذا الشيء نحن نرفضه، ما نقبل بينه. فهالساعه راح يكون عندنا اجتماع نحن كرجال الدين بالمنطقه من الساعه 24 ساعه، راح يكون عندنا قرار بخصوص هذا الشان. بس كمبدئيا نحن ابدا نرفض هذا الشيء. الشيء الثاني، مثل ما نحن كندافع عن ولدنا المحروقين والمتوفين، ايضا ندافع عن ولدنا اللي هم مدراء الدوائر. ما نريد نحن ولدنا مدراء الدوائر ان يكونون ايضا ضحيه، وانا كي احس انه اكو مؤامرات سياسيه من وراء هذول، من وراء هكذا اعفاءات، لانه حسينا انه بعض الاعفاءات يعني ما لها علاقه بالموضوع اولا، وشيء ثاني وكانه هي تدخلات سياسيه معينه انه تعفي هذا وتستغل ظرف المنطقه، وهذا الشيء ابدا ما نقبله. فوق الجرح اللي نحن عدنا اياه بعد، تعال نخسرنا دوائر الدوله مالتنا والموظفين والكادر اللي نحن كان يشتغل بينه. اذا تريد الحكومه ان تكون صادقه معنا 100%، كل دائره الدوله يعفى المدير مالتها، يعفى الوزير. الوزير الذي هو مسؤول عليها، مثلا يعفى الصحة، يعفى وزير الصحة، الكهرباء يعفى وزير الكهرباء، الشرطة يعفى وزير الداخلية، هذا يعفى وزير الدفاع، وهكذا. أبونا، هل هناك جهات سياسية اليوم تستغل هذا الموضوع لصالحها، لصالح نعم منافعين؟ أكيدا كثيرين، وشفنا اللافتات مالتهم، وشفنا السيارات مالتهم، وشفنا التدخلات مالتهم، أكيدا كان كثيرين اكو من يحاول أن يستغل هذه الحادثة لا السياسيين. وما بعيدة إذا استمر الوضع حاكد، وهي أول مرة أنه أعلنها أنه أنا أقاطع الانتخابات بعد أكثر. أطلب من شعبي أن يقاطع الانتخابات نهائيا، أطلب من الشعب المسيحي كله اللي موجود معنا اللي ينتمي لإلي أنه نحن نقاطع الانتخابات. هذا قرار سيتخذ بالقريب العاجل، منها ساعة 24 ساعة، ممكن هذا يكون متداول بيناتنا. ما هو القرار الذي تنتظرونه أنتم الذي ينصف هذه الفئة؟ محاربة الفاسدين الحقيقيين، ويعطانا تقرير يشفي غلينا. شنو انه هاي الشحالة وغيرها، وعشرات الفيديوهات تبين انه ما هي كانت السبب.